السلام عليكم، اخباركم ايه يا شباب؟ وحشتوني جدا جدا جدا، بقالي فتره كبيره غايب عنكم، بس ما كانش ينفع ارجع بايدي فاضيه. النهارده جايب لكم حلقه لذيذه جدا عن تصاميم البرامج. هننقل البرنامج بتاعنا او هننقل التصميم البرنامج بتاعنا لمستوى تاني خالص، مستوى اليوزر اكسبيرينس، المستوى الاحترافي اللي هيخلي اي حد يشوف شغلك ينبهر بيه. هنتعلم النهارده ازاي تخلي البرنامج بتاعك يبقى ليه شكل مختلف ومحدش يصدق انه معمول على الاكسل، وهنخليه يتحرك ويعمل حركات كده زي البرامج العالمية. لو جيت فتحت انا البرنامج بالشكل ده، ودي الواجهة الرئيسية زي ما انتوا شايفين، مفيش كده ايقونات ومفيش اي حاجة، لكن بمجرد ان انا ادوس على المنيو قايمة كده هنلاقي في قايمة اتفتحت وفيها جميع الازرار اللي احنا بنحتاجها. طيب القايمة دي اتفتحت ازاي؟ مجرد ان انا اضغط عليها بتقفل وافتح عليها مرة تانية بتفتح بالشكل دوت. انا ما شفتش حد على اليوتيوب قبل كده شرح ازاي نعمل القايمة ديت ان هي تتحرك بطريقة سلسة كده زي ما انتوا شايفينها، وهنتعلم ازاي الحركة ديت نقدر نتحكم فيها اذا كنا نسرعها او نبطئها. والازرار اللي جوه دي مجرد ان انا احرك الماوس على اي زر، الزر بيتحرك وبياخد لون زي ما انتوا شايفين بالشكل دوت. لو حابب الفكرة وعايز البرنامج بتاعك يبقى ليه شكل مختلف زي ما انت شايف كده، هات ورقة وقلم ويلا بينا نخلي الشغل بتاعنا يبقى احترافي. بس قبل ما نبتدي الشرح، ياريت تدعمني بلايك للفيديو، واللي بيشوفني لأول مرة يعمل اشتراك في القناة، ويلا بينا نبدأ الشرح على طول. أهلا بيكم مرة تانية. زي ما شفتوا في بداية الحلقة، هنتعلم ازاي نخلي البرنامج بتاعك يبقى ليه شكل مختلف وشكل احترافي بكود بسيط جدا، مش هيكمل دقيقتين بالظبط. طيب تعالوا نروح معانا. اول حاجة هنعملها هنخش على شاشة محرر الاكواد الفيجوال بيزك، وهنبتدي نعمل يوزر فورم. انا هبتدي اصممه معاكم من البداية. هندول هنا يوزر فورم او انسيرت، وهندوس هنا يوزر فورم، وهنبتدي نوسع اليوزر فورم على حجم الشاشة بتاعتك اللي انت عايزها بالشكل دوت. طيب انا عايز اعمل خلفية زي اللي انتوا شفتوها في بداية الفيديو. عملتها ازاي؟ باجي هنا على شيت الاكسل، وباجي هنا على انسيرت، وباجي على الشيبس، بختار الشكل المربع دوت وابتدي ارسمه هنا بالشكل ده كده. طيب بعد ما بنزله هنا، عايز الخطوط بتاعته او الحدود بتاعته ما يبقاش فيها خطوط. هنيجي هنا على الشيب اوت لاين، هنقول له هنا نو اوت لاين. طيب بعد كده بضغط على الصورة كليك اليمين وادوس هنا فورمات شيب، هتظهر معايا الجزء دوت. باجي على اول واحدة هنا الفيل، بعلم الاول على الصورة، وبعد كده باجي هنا على الجريد لاين فيل، وباجي اختار هنا اول مربع عندنا هنا بالشكل دوت. بضغط على السهم اللي جنبه هيطلع عندي الاشكال دي، بختار اي شكل، اخترت الشكل دوت. بعد كده باجي ادوس هنا على الصورة واخدها كوبي، واروح بقى على اليوزر فورم اللي احنا عملناه. بقف على اليوزر فورم نفسه، وباجي هنا من الخصائص بتاعته بندوس هنا على البيكتشر، ونعمل بيست للصورة اللي احنا خدناها كوبي كنترول في، فبتظهر معايا بالشكل دوت. طيب الصورة ديت انا عايزها تبقى تملى الشاشة كلها، باجي هنا على البيكتشر سايز مود، ونختار بيكتشر سايز مود، صورة بتملى الشاشة كلها زي ما انتوا شايفين بالشكل دوت. بعد كده بقدر اعمل هنا العنوان. تعالى ناخد كده العنوان القديم ده كده كوبي، ممكن ناخدها كده كوبي، او تعالى اقول لكم انا عملتها ازاي برضو. تعالى ناخدها كوبي واقول لكم انا عملتها ازاي. طيب هنا دوت عبارة عن ليبل. الليبل دوت انا خفيته، ده ليبل اهو عادي جدا، مجرد ان انا ادوس هنا على الليبل واعلم عليه كده فبيظهر معايا بالشكل ده. بكتب طبعا العنوان بتاعي، وبعد ما اكتبه ازاي اخلي الليبل ده ياخد نفس لون الارضية بتاعت اليوزر فورم، بعلم عليها او بقف عليها، وباجي هنا من الباك كولر
هتلاقي في حاجة اسمها باك ستايل، الاختيار بتاعها رقم واحد، احنا هنخليه زيرو عشان خاطر اللون بتاعه يختفي وياخد نفس، يبقى شفاف عشان يبقى الليبل شفاف، ياخد نفس اللون اللي في الخلفية بالشكل ده. طيب بعد كده بقى اعمل زرار هنا من كوماند بوتون، وهنسميه القايمة، هنكتب عليه كده كلمة القايمة. ممكن برضو نروح ناخدها من هناك بالشكل ده كده كوبي، وراح احطها هنا كده ايه بيست بالشكل ده. وطبعا الالوان بختار الالوان هنا من باك كلر، بختار اللون اللي انت عايزه، وتكتب طبعا المسمى اللي انت عايزه في الزر ده. طيب نيجي بقى على المهم، هنيجي هنا نعمل فريم، اصمم فريم انا كده بالشكل ده. وكلمة فريم اللي هنا ديت انا همسحها، مش عايزها من الكابشن هنا، هي مكتوب فريم 2، انا همسح كلمة فريم 2 ديت مش عايزينها. وبعد كده هنيجي هنا على الليبل، هعمل اول زر، هصمم اول زر هنا كده، وهبتدي اكتب فيه، هنكتب مثلا فيه هنا ايه العملاء. طبعا الكتابة مش واضحة، هنبتدي ننسق فيها من الفونت. تختار طبعا نوع الخط وحجم الخط زي ما انت عايز، ونخليه بس اهم حاجة بولد، خليه مثلا 12 او 14 عشان يبقى ظاهر بالشكل دوت، وخلي الكتابة بتاعته تبقى في النص من تكست اللاين، هي هنا ليفت هنخليها سنتر، هتبقى موجودة بالشكل دوت. والخلفية بتاعته هنا الباك كولر أنا عايزها تبقى هايت تكست عشان تبقى ظاهرة بالشكل دوت. وعندي هنا البوردر هنختار اللون الأسود، والبوردر ستايل هنخليها واحد عشان الزرار يبقى ظاهر معانا بالشكل دوت. طب نقدر بقى ناخد الزرار ده نكرره أكتر من مرة، هنا مثلا العملاء هنقوله، هنا مثلا المشتريات، وهنعمل زر تاني. طب تعالى بقى ايه، بدل ما اقعد اخد كل شوية، تعالى نروح ناخدهم كده كلهم كوبي من الفريم القديم، هناخد دول كده كلهم كوبي ونروح نحطهم هنا كده ايه بيست بالشكل دوت. طب يبقى احنا كده عملنا ايه ليبل، وحطينا فيه المسميات بتاعتنا، وخلينا اللون بتاعه هايت تكست زي ما انتوا شايفين بالشكل دوت. طيب تعالى كده نطلعهم بره، هنشوف كده الفريم الاول بتاعنا، انا عايز الفريم دوت ياخد نفس اللون بتاع الارضيه زي ما عملنا في الليبل دوت، هنعمل فيه الفريم هنا، الفريم هنا هقف عليه كده وهديله نفس اللون بتاع الارضيه ديت. احنا كنا واخدينها منين؟ واخدينها من هنا كوبي، يبقى هناخد دي كده كوبي، وهنروح على البيكتشر، نبقى واقفين على الفريم، وهنيجي على البيكتشر وهنعمل بيست بالشكل دوت، وبرضو هنخليه سايز مود، بيكتشر سايز مود عشان يملأ الفريم كله بالشكل دوت. طيب بعد كده هنيجي ناخد الأزرار بتاعتنا هنا ونروح نحطها جوه الفريم، بالشكل دوت، ونيجي نصغر دي كده شوية. يبقى احنا كده عملنا اول خطوة في الشاشة بتاعتنا، احنا كده خلصنا الشاشة، هنبتدي بقى شغل الاكواد. اول حاجة هعملها انا عندي عرض الفريم دوت، العرض بتاعه قد ايه؟ لو نزلت، لو وقفت عليه كده ونزلت على الخصائص بتاعته تحت، هنلاقي هنا الويدز 204. طيب احنا هنخليه مثلا ايه
10 بس، هنخلي العرض بتاعه 10 وهندوس انتر، هنلاقيه بقى بالشكل دوت، ما بقاش فيه ظهر فيه غير الجزء ده بس كده. طيب هنعمل ايه بعد كده؟ هنيجي نخش على الزر اللي احنا كنا عملناه، هندوس عليه دبل كليك عشان نخش عليه، تعالى كده هندوس عليه دبل كليك بالشكل دوت. طيب هنيجي نكتب الكود ده، كود سهل جدا وبسيط، عبارة عن سطرين بس، هو اللي هيعمل لنا الحركة بتاعت الفريم ديت. طيب هنعمل ايه؟ اول حاجة هنعملها هنعمل متغير، هنقول هنا ديم اسميه مثلا اي از انتجر وادوس انتر. طب عايز بعد كده عايز ادي شرط للفريم، هقول للفريم دوت اف لو الفريم، هو الفريم اسمه ايه الاول؟ تعالى نروح نشوف كده الفريم بتاعنا ده اسمه ايه، اسمه فريم 3، اسمه فريم 3. طيب يبقى هنيجي هنا عايز اديله شرط، هقول له لو الفريم 3 الفريم 3 دوت ويدز العرض بتاعه اصغر من او بيساوي 10، احنا كنا خلينا العرض بتاعه ايه 10. طب احنا بنقول بنديله شرط دلوقتي، لو هو الفريم دوت العرض بتاعه اصغر من او بيساوي 10 زين اللي يحصل، هنبتدي نعمل حلقة تكرارية، هنقول هنا فور اي هيساوي 10 تو، انا عايز العرض بقى لما يجي يكبر يكبر لحد العرض قد ايه، هنقول مثلا 210 210. طيب لما يتنقل من 10 ل 210 مرة واحدة كده انت مش هتحس بالحركة بتاعته، لكن عايزين نعمل له بقى ايه مدة الحركة او سرعة الحركة بتاعته، عشان نحس بسرعة الحركة بتاعته هنعمل هنا هنقول step، هنقول مثلا 5 دوس انتر. طيب بعد كده هقول له هنا فريم 3 تو ويتس بيساوي المتغير اي. طب بعد كده هنقول له هنا دو فينتس بعد كده نيكست اي، ده في حالة ان لو لقى الفريم اقل من 10. طب العكس بقى، لو الفريم لقى 210 يبقى هنعمل العكس، يبقى هنقول له هنا إلس، هنقول هنا هنعمل حلقة تكرارية تاني، هنقول هنا فور اي هيساوي، بس المرة دي هنعكس بقى 210 تو 10، وسرعة الحركة بتاعته هنقول هنا ستيب، هنقول بقى ايه بدل 5 سالب 5، ندوس انتر. بعد كده هنقول هنا فريم 3 دوت ويدز ايكوال اي، بعد كده دو فينتس، بعد كده نيكست اي، بعد كده نقفل الشرط اند اف. طيب تعالوا نروح نجرب كده ونشوف، لو شغلت الفورم بتاعي هيظهر بالشكل ده، لو دوست هنا على القايمة هنلاقي القايمة بتظهر اهيت بالشكل زي ما انتوا شايفين بالشكل دوت. طيب لو انا عايز مثلا اتحكم بقى في سرعة الحركة ديت، يعني انا لما بدوس كده بتطلع اهي بالشكل زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده، طب ازاي اتحكم في سرعة الحركة؟ تعال هنا ستيب 5 دي اللي بتتحكم في سرعة الحركة. طب لو خليتها مثلا ستيب 2 وهنا سالب 2، لو جينا بصينا كده هنا لو جيت دوست على القايمة هنلاقي الحركة بقت ايه أبطأ شوية زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده. طب لو سرعت
قلت مثلا خليت دي 10 ودي سالب 10، هنلاقي السرعة بقت ايه، اسرع بكتير عن الاول. يعني طول ما انت بتقلل الارقام السرعة بتبقى ابطأ. هنقول مثلا هنا 4 ودي سالب 4، وجينا شفناها كده، زي ما انتوا شايفين بالشكل دوت. يبقى مجرد بس ان انت تفتح الشاشة بتاعتك كده وتبتدي تدوس هنا على المينيو، تلاقي الحركة بتاعتك ظهرت، بيدي شكل جمالي للشاشة بتاعتك او البرنامج بتاعك، سواء انت كنت بتصمم برامج او بتبعته لحد. كل اللي هيشوف البرنامج ده يقولك ده شغل احترافي. زي ما شفتوا كده بلمسات بسيطة قدرنا نغير شكل البرنامج تماما. الاكسل مش بس جداول وحسابات، الاكسل اداة قوية جدا لو عرفت تطلع منها الامكانيات دي كلها. لو عجبك النوع ده من الفيديوهات اكتبولي في التعليقات عشان نكمل السلسلة ديت، ونعمل ازرار بتنور وحركات تانية كتير. ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناة عشان اللي جاي اقوى بكتير. انتظروني في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.